مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل الصلاة وهي بنبدا. هم جالسين وصبون الخمر موشي لا مفر من امتناع من الخمر حاليا ولا كباح الصغير من سلامة موشي لم يحن الوقت بعد تخبرنا ما علمك كل هذا جدي عمي هل يمكن عدم إجابة أنا لا أريد الكذب عليكما أو معلمك منعك من الكلام عنه لا بس لن نسأل إذا هذا مفهوم الأشياء التي رأينا موشي يفعلها تكاد تكون مجازية إذا انتشر ولو قدر بسيط من المعلومات ستكون عواقب بخيمة لما أعطاهم أي تفسيرات لكنهم بدأوا اختراق الأذار نيابة عني موشي مهم أشوف عمك أنت ماذا تنوي الآن ولا شيء ساعد لكم فاسد مرة أخرى خبر شفا عمي علينا إخفاء بالكامل جدي الجميع ظنك حزين درجة الرغبة الانتحار لا تنسى هذا عندما تقابل خدم هرا إذا إنك تحسدني نحن في دي عديم الفائدة وابن مقعد كيف أنت تنتظر مني أن أزيل ابتسامة عن وجهي مرة أخرى بعد كل ما حدث مؤخرا الإجابة سهلة سأرجع لاختلاق مشاكل مجددا سيكون كفيل إزعاجك مرة أخرى من أبحران أحد المرة الثلاثة في قاعة جوهرة فخامة شجار مع السبب التافه وتحرش بعد نسانا كهذا سيكون كافي أنا مكملك بعد على مسرحيتك الصغيرة في القاعة آخر مرة موشي لا يمكن مثال العبث مع هؤلاء الأشخاص قاعة جوار فخامة منهم بالضبط غير معروف لكن واضح أن هذه قاعة مجرد واجهة لأحد القوى العظمى في عالمنا لا أعرف مدى قوة خلفيتهم بالضبط لكن أعرف أنهم قطع لا يمكن العبث معهم المهم بدأ من يوم سأسلمني قيادة القوى السرية العالية وبالنسبة لك أنت تهتم بتدريباتك كلام معلمك عندما يكون لديك وقت فراغ ساعد عمك انتظر قبل تسليم قيادة القوى السرية لعمي علينا التأكد من قضاء على كل الجواسيس بينهم خبراء شفاء سيجد مصيبة ان انتشر هل تقصد جواسيس الامبراطورية اجل جدي اعرف انك قتلت او طردت جواسيس بقية العائلات منذ فترة لكنك ابقيت على اولى حتى لا تهين جلالته هذا لم يعد متاح الان معك حق ساعد قائما باسمك المناشك فيهم لكن تعامل معهم بنفسك لا تخبرني كيف ومتى ستفعلها موشي هل يجب ان تكون قاسي جدا حتى لو انضموا لنا كجواسيس هم بقوا معنا عشرات سنين واستحقوا مكانهم لقد اصبحوا هل يمكنك المجاسفة؟ أنا لا يمكنني أن أخبر أحد الملك بشفائك وخفاء الأمر من يعلم ماذا سيحل على عائلتنا لكن لا يمكن اختبار لعبة هذا ستكون وهم أحمق هذا ما تقوله الكشية وأنا يا عمي النظر القاعد جوار الفخامة مجرد منظمة لكن هل يجرؤ من الملك على التحرك ضدهم ماذا يمنعنا ان نكون مثلهم انت لا تعتقد انك وضعت طموحك عالية جدا هاي ماذا حل بالـ300 جندي هل عادوا بعد تقصد البؤساء الذين كنت تقتلهم في التدريب ثم ارسلتهم الى غابة العقاب تدرب على قتال وحوش 27 شخص من بينهم حاولوا التسلل وكتاب رسائل عائلات الأخرى قواتنا السرية كانوا يراقبوا الوضع كما طلبت وقتلوهم على الجيد لقد قتلعنا كله وغلب الجواسيس منهم الآن إن عاد أحدهم حيا سيبدأ التدريب الحقيقي
في ذلك ذات الوقت انتشر في قاسم خبر معنا المستشار امبراطور الشام من مرض خطير كاد يقتله. لم يكن بسبب فعلتي انا صحيح؟ بطل يدي برا نفسه. الشام خادم جيد للمملكة وكان يريد معاودة التدريب من اجل خادم المملكة بشكل افضل، لكن للأسف محاوله فشلت واخشى انه قد يرفض انفاسه الاخيرة. في لحظة قلبي ما وتم النشوة العاجل. هيا انتم ولاقب السياسي جنرالات لم تكن جيدة ابدا، والعلاقة بين السياسيين أنفسهم لم تكن جيدة جدا أيضا. على الأقل حاولوا إخفاء مشاعركم والتجاوب معي. أيوة الحمقى، أشعر أني أعزف القيثارة قطع جواميس. اذهبوا فليات كل منكم لعمله، هذا خطأ تعطيدكم عن أعمالكم لله. اغربوا. شكرا لك جلالتك. اذهب البلاط اغرب من البلاط. ارجعوا للنوم في سرائركم. تبا قف مكانك يا الضرط العجوز. منذ متى ولديك الجرى تحدثني بهذا الشكل يا القرد الاحمر؟ ومن تظن نفسك؟ جيت لاخبرك اني سأعلم حال افيدك درس النيابة عنك. لديك مشكلة؟ ماذا قلت؟ ويغضب انت ستعلم حفيدي انا درسا؟ يتفاجأ من غضب العجوز ويقول ما خطب رد الفعل هذا، مش مجرد فاسد. الفراغ يقتلك هذه الايام او ماذا؟ هل تريد قتال الان من اجل قطع القمامة ذاك؟ اوقف الهراء، اخبرني كيف سألك حفيدي. لو اسألي انا لما كنت ساغضب كثيرا، لكن كان عليه ابتعد عن شياوي خاصتي. سأخبرك بهذا سلفا، حذر من طريق الحالي ولا لن يبقى منه سوى جثة. دوغو زون هين، لو وجد شعر واحد ناقص من راس موشي اقسم حتى الندم لن ينفع عائلتك. هاي ماذا تفعلان بالمزاح يا عجوزان الاحمقان؟ لا تخافا ان يضحك عليك ماجيز الصغير. هاي الضرط العجوز جون، لو كنت مكانك رجعت للبيت فورا. لا بالنحفاظ السبعة انهم مهم الان. سانصحك بالمرور على المحلات الطبية الشراء كل ما يمكنك شرائه. دو قسمي قبل قليل ما يزال قائمة. نعم يعودون يحضرون الخمر. جيد، مع اني انا احب الاعمال الحرفية لان اعداد بعض الخمر جيد جن المال وتوسيع افاقه ولكن فين يستحق العناء. شياوشي اعطيني بعض لارى الجودة في الانتاج الموسع. هو يشربك. انا في منشئة على الجون، من يجرى الاحداث مشاكل هنا؟ خوة دوغو السبعة موشي كن حاضرا رجلا واخرج لنا. موشي كن رجلا واخرج لنا. اخبرني عمي ان ساهتم بهذا. وحسنا اتضح انك من الاخوة السبعة كبار، تقبل تحياتي وتفضل من اتجاه سامور خدم بجلب الشاي. موشي كيف تجعلت نمرة اختنا الصغيرة؟ جئتنا اليوم تحويل وجهك الابيض هذا المخر العيني. اخي هل تشم هذا؟ اتنمر، كيف حدث هذا وهم يشمون رائحة جميلة؟ فلا تبدو كالخمر. خمر يمكن اصدار رائحك هذا؟ راحوا بالنشوة. اشعر اني ساثمن من مجرد الرائحة. لا هناك خدعة بالتأكيد، لو كان خدعة جميلة كهذا فلا مانع ان يشفي الاوهام. وانا شاي خمر. يبدو ان سبعتكم تنظرون الى هذا. سكبلهم تفضلوا. خمر رائع. اخوتي يبدو ان الراحة تصدر من هناك فلا.
لا هذا لا يقي ان يكون خمر. كيف نتخطى في معركة الخمور؟ هذا بالتأكيد خمر لكن يمر له مثيل. موشي، ما الذي تحمله بالضبط؟ ما زيكم مثله بالطبع خمر ويشفي الحيوان. يسكب يسكب خمر كهذا يجب ان تكون جريمة تعاقب بالإعدام. لا يمكن لعق الارض. لا صحيح. اه بالمناسبة ما سبب مجيكم؟ نحن لدينا اوامر بالقبض عليك. ونراهم هم يغيرون الموضوع. لدينا اوامر اصطحب سيشياب جون ليحب ضيف على عائلتنا. نحن نعمق العلاقات بيننا. يمكن ان اتبع الطريق النام حتى يعترف بنفسه. صحيح. اجل لا يمكن ان تضيع فرصة تذوق هذا الخمر. اتفقنا. تذوق سيد الشياب جون، ما رأيك؟ هذا لطيف جدا من الشيخ دوغو. التعميق العلاقة. حسنا لا مشكلة، هيا بنا. قلبي لم يعد يتحمل. اسكب في فمي أولى من الأرض. أخانا العزيز موشي، كما ترى نحن نحاول تعميق الروابط بيننا. ربما عليك بدأ ببادرة حسنة أيضا وتجعلنا نجرب ذاك خمر. صحيح. أجل هذا ما يجب فعله. أخشى أن هذا مستحيل. لا أملك سوى كمية ضئيلة جدا منه كما ترون. لا أملك سوى هذه الجرات الثلاثة. سيكون أحد مقتنيات العائلة. ولا شهية مفتوحة. أوه ذكرتوني، وجود حرارة جرارة في العراء هكذا. تعالي حضري بعض الخدم النقل هذه الجرارة إلى الداخل إلى منزلنا تكون هدية زيارة. السيد شياب رجل محترم. مخزن المويه وجعلي الخدم يرسلون لي أنا وجدي وعمي بعد 10 يوم. حاضر. سيشربون كل بعض الأشياء إذا لا داعي ل10 يوم. أخوتي انتظر. ماذا تقصدون بهذا؟ جدي انتظر هذا الخمر الليلة. رجاء تراجعوا. احذروا من تخليف أي إصابات. أمسكنا به. أجذبوا كؤوس بسرعة. حاضر. مطبخ على جون في الاتجاه الآخر. هي الخنزير الغبي. وراح يسكبون. لا تضيعوا قطرة واحدة. سنتبع التعليمات قديمة. سنشرب القليل فقط. يجب أن لا يصفي شربهم. أكيد. هيا بسرعة. سنتذوق ناخذ موش معنا ونهرب قبل أن يتدخل أحد. هم يفتحون. لا عاد يستطيعون. هذا هو مائدة حمراء أو خمر. حتى الخمر الملك يعتبر بول حمير بالنسبة لهذا. يا لا لنجد مصدر بها هذا الخمر أيضا. نرى شهيتهم للخمر لا يستطيعون السيطرة عليه. يعود يريد يختطفون بطلنا ويأخذون الخمر. أنا حزين. زعيم انتخذ كاسين واعطيتني واحد. ابدأ داري التالي. انت رأيتك تسكب الرابع. لا تكن عديم الحياة. شارك معنا. الكاس التالي سيكون الاخير. لا تقلق انا بخير. عد الى باحتك ولا تدعهم يرونك. هذا يعتبر جوهر الخمر. اذا تم قرنت بخمر حياة سابقة فيمكن القول ان تركيز الكحول فيه 80% او 90%. ببساطة نصف كاس يكون كافي الثمالة. يكاد يكون لا يقاوم لكن سيكون عليك تحمل عواقب شربه. وداخل الصوب انهم بدأوا ينامون بسبب الشرب الزايد. مجموعة ماتية. يجد موشي للقاء ويجدهم الجميع سقط على الأرض ويتفاجأ. مرحبا بعودتك يا جدي، كل شي تمام هنا؟
لماذا لم يعد الحمقى السبع بعد؟ سيدي وصلت الدور سالم من على جون، لكن مفسد مهمة بسيطة كهذا صحيح، وانا راها بيده خاتم مقتنعات الاخوة السبعة. وتفاجئ، اجتماع اليوم بالاخوة السبعة الكبار كان مثمر وعمقنا وربطنا جيدا. لقد قرروا البقاء ضيوف عندي شهرين او ثلاثة، لا تنتظر عودتهم قريبا. مجموعة ماتية سبعة ضد واحد، وهم من تم اثرهم حتى ناخذ منهم مقتنياتهم وانوار سلالي. اي والله اذهب بحضر ابنائك فورا. انا جراندوغ وودي، اخبر سيادة المشير اني هنا. للاسف سيادة المشير ليس هنا، لقد خرج لقاء اصدقائه. كيف يقع لنا ذهب زيارة اصدقائه في وقتك هذا؟ هو يعلم اني سأتي لاصطحاب ابنائي. لخدوغو، زيارتك تعتبر حدث سعيد، اعتذر عن تصرف الخادم، تفضل بالدخول. جنون لم اراه منذ وقت طويل، لقد تغير، لم يتغير شكله بالطباع، اصبح هادي على غير شخصيته القديمة المندفعة. جنوه جنرال الابيض، اشعر الان كاني انظر الوالد موشي البطل المتوفى منذ 10 سنوات. اخي الكبير وهيو، لا اخي الاكبر جون وهيو، توفي قبل سنوات. الجالس امامه هو جون وهيو. اخ دوغو، انا هيا اخو، سمعت ان ابنائي عديم الفائدة جاء وتسبب في مشاكل هنا. لقد جدت لقيم درس قاسي ابن سالم مفعول. اوه لم اكن اعلم. هيا هل جاء اخوة دوغو السبع اليوم؟ اجل سيدي، لقد جاءوا للبحث عن سيد الشاب الثالث، لكن لا اعرف ما حدث بعدها. فهمت، اشعر بالسوء لان لعبة جيد شياب جعلك تتحرك شخصيا. اخي دوغو، اوه انا لا اهتم كثيرا بابناء العمقى، لكن علي التأكد ان فعلاً لا تسبب مشاكل كثيرة لعبتكم. لا تقلق حيال هذا، نحن لا نهتم بعبث الجيش شياب، يمكنك التفاهم مع موشي مباشرة. قود الجنرال دوغو الباحثي الشياب، اعتن بنفسك اخي جون، تفضل بعد تجاه الجنرال. اوه هنا لامدوغو شخصيا هنا. باحث الصغيرة، حظيت بشرف كبير اليوم. اين ابناء سبعة؟ احضرهم وانا ستولى تاديبهم. جميعهم نائمون، اتضح انهم يعتبرون خمر عائلتنا الذي جدا فشربوا لحد ثماله. ها ابناء لا يرون معنى كلمة ثماله. اوقف كاذيبك يا فتى، دعنا اراهم فورا. هاي سأعطيك تحضير أخيرا بما أني هنا. أتعد عن ابنتي كرم لوالدك والعمل أنا ما تصرف ضدك حتى الآن، لكن لا تبالغ في تقدير نفسك ولا قطعتك وطعامتك للكلاب. أيها العجوز، ألا تمن كانوا يعاملونك باحترام في البلاد الإمبراطوري؟ أنت غير مسموح لك بالتصرف بوقاحة داخل مشاعر على جون. بما انك هنا سأعطيك تحذير اخير، ابعد ابنتك المتطفلة عني. لو رأيتها امامي مرة اخرى فستعود لك في بطنها حفيدة ويغضب منها انت. انا هي اصحاب يده، تبا مهما كان هو ابن الاخ الاكبر، وهو لا يمكن سوى الشيك والكبار عائلته، وقد هم يتصرفوا لو ضربت تنتهي المشاكل. لن تنتهي، لقد وصلنا. اخرجوا يا خيبات الامل السبعة، وراهم ساقطون. ما هذه الراحة؟ كيف خمرا يملك راحة قوية كهذا؟ إلى متى ستظلون نائمين يا قوم المعاتية؟ ويبدأ بضربهم واحد تلو الآخر ولم يستيقظوا. هاه تحسب أن خمر عادي حتى لو قطعت أجسادهم قطع لن يستيقظوا.
يا ولد يحضر خدم ليساعدونا على حمل هؤلاء السبع لمنزلنا. تريد مغادرة بهذه البساطة؟ أتظن أن منشأ جون شارع عمومه أو شيء كهذا؟ وماذا تريد إذا أبنائك السبع المحترمين كسروا عدة أبواب داخلية العائلة جون لحظة دخولهم بلا سبب؟ أبواب تكلف حوالي في عملة فضية، ثم كسروا البوابة الرئيسية وهذا ثمنها 300,000 عملة فضية، وصابوا عدة خدم بالشظايا وهم الآن يحتاجون عناية طبية ب5,000 عملة فضية، ثم سرقوا خمري وشربوه لذا تكون التكلفة الإجمالية هم بعد خصم الزواج وخصم خاص على الدوغو سيكون حسابنا 25,000,000 عملة فضية فقط. 25؟ ماذا هسرقوا منك أكسير الخلود؟ خمره هو أجود الخمور في العالم وهم شربوه كبعير تشرب الماء. لقد شربوا 3 جرار من جور الخمر، كل جرة كان فيها 50 رطل من خمر مركز. في كل رطل يمكن تخفيف الإنتاج جرة كاملة من خمر ذا أفضل جودة، والكاس واحد من خمر مخفف يمكن بيعه بـ12,000 عملة فضية تقريبا. من سيصدق هراك تفو عم دوغو؟ أنا الوحيد في العالم اللي يملك هذا الخمر، طالما أنا أريد بيعه بـ12,000 عملة فضية لكم فمن يمكن تقليل السعر؟ وبالطبيعة الحال إنما يكون واثق في خمري ما تجرت على قول هذا السعر. تفضل جرب كاس واحد بـ12,000 فضية، هسا اطلق قوس قزح من ضرطاتي بعد ما اشربه. هذا غالبا مجرد وينصدم منه ويشربه. اوه خمر جيد، خمر جيد، قطع بلا مثيل. هذا هو الخمر المخفف، ما رأيك الآن؟ هل يستحق هذا الكاس 12,000 عملة فضية؟ إنه رائع جدا. تبا إلا إنه جيد نسبيا، لكن مستحيل أن يباع بهذا. أرى أن العبد يتحيز لابناء هنا، لا بأس. هذا هو الخمر الذي شربوه، لما تجرب ما جربه ابنائك. شيء أعترف أنه جيد، لكن مستحيل على مجرد الشراب أن يصل لهذه القيمة ويشرب الآخر. وهنا الصدمة الأخيرة لدي، نرى بعض ضاع خياله أنه رائع. أعطني كأس آخر. أنت لن تحاول استغلالني صحيح؟ أخشي أن أي كأس ضعف سيكلفك 12 عملة ذهبية. إيه الخمر موجود، لو معك ما يكفي من النقود تفضل اشتري. ثانيا، بجانب الخمر ابنائك اقتحموا منشأ جون، كسروا البوابات، اذوا الخدم وسرقوا ممتلكاتي. عمدو انت لا تعتقد ان على جون يسهل التنمر عليه صحيح؟ لا تقل كلام على لساني. إن لم تكن تظن هذا فهذا يعني إنك مستعد لدفع تعويض ممتاز. متى سأستلم 25,000,000 خاصتي؟ تبا أيها هذا الخمر لم يظهر في الأسواق أبدا، كيف تعرف أن ثمنه 12,000 للقارورة حقا؟ هل علي استماع كلامك وتصديقه فحسب؟ أن إذا إن بعت القارورة الواحدة بهذا الثمن هل ستقبل ديونك؟ إن بعت كميات من هذا الخمر بهذا السعر على دوغو ستلتزم بمعاليه. إن لم تستطع فعلها سيكون عليك إهدائي 5 جرار من جوهر خمر ذاك. هل تجرؤ على القبول؟ جيد، أتمنى أن لا أرى ابنك 7 مرات أخرى حتى ينتهي رهانه. انتظروا الأخبار. بعد ما رافق الجنرال دوغو وابنائه للخارج، أحضر المزيد من الطعام. ما الخطب يا جدي؟ معنوياتك تبدو مرتفعة اليوم. وكيف لا أكون مسرورا؟
هي سمع سبب مرض العجوزي قبل قليل، لقد جعل حفيده يشتري مرجان 5 ملايين فضة وهي من فعل بهذا. أوه للأسف الناس تشتري خردة على أنها كنوز هذه الأيام. لا، كنز المرجان كان حقيقي لكن استخدامه صعب. سمعت أنه عندما وصل للحظة الحرجة حدث خطأ في التعامل مع المرجان وانفجر في وجهه. ذاك الحقير كاد يقتل نفسه لسبب فاسد، بل حتى حفيد العبقري يصيح في انفجار أيضا. سمعت أن وجهه الذي يشبه النساء تشوه بالكامل. إذا كان مرجان حقا لم أتوقع أن يحدث تلاعب نتيجة كهذا. أخبر وحدة تستحق الشرب حتى الثمال اليوم. هذا بالفعل أخبار جيدة يا أبي، لكن ماذا إن مات العجوز دي؟ سبب إصابته في البداية كان أنت أخشى أن يعطي أوامر بإذا عالتنا قبل موته. أعتقد أن معك حق، قد تركت كامل قوات عائلتنا في يدك. بالفعل أنت قم بالترتيبات ترى مناسبة. لامبانغ، هذه المسألة حساسة جدا، أعطي الأوامر بوضع قواتنا السرية في وضع الاستدعاء، سواء حصل هجوم أو لا، الاحتياط المهم. أخوي كيف حالك؟ لم أراك منذ 10 سنوات. وتفاجئ، هذا الصوت، إن هذا الصوتان اللذان سمعتما في قاع جوهر الفخامة، أخشى أنه عدو ليس صديق. صحيح، لقد مر زمن طويل، تفضل داخل منشأة نسترجع الذكريات. أبي إنهم هم، رجاءك من عشياك، فحسب أنا سأتعامل بنفسي، أنا سأتي معك. كما توقعت، السبب ما قاع جوار الفخامة الذي أمعدها مع أمي، البقاء بجوار مساندة، يجب ألا يكشف سره الآن. أخ مو، لقد مر زمن طويل، لكن أرى أنك ما زلت كما أنت. هل هذا أنهما يحافظان على مسافة ثابتة بينهما؟ لكن في نفس الوقت عيونهما تطوف كل مكان، الصدى يهجم مباغت في أي وقت. واضح أنهما تدربا على نفس فنون القتال، لكن ما ليس مقربين من بعضهما. وي، كيف أحوالك خلال آخر 10 سنين؟ لا عجب أنهما كانوا مختلفين مع أثناء المزاد. موشي وتون، سمعت أنك وصلت نطاق الأرض، بحالتك هذا ممتاز. السيدة ستفرح كثيرا عندما تعرف. هي كيف حالها جونوي؟ فقد ولد مثير الشفقة مثلك لن ينتحر بعد كل ما حدث. جيد جيد جدا شيوهان. عمي، فقد قدميه، لكن هذا لا شيء بالنسبة للرجال الحقيقيين. لماذا يتأثر؟ أما ترى أنك معقدينية، هذا هو المؤسف. جون موشي، تعتقد أن شخص يمكنك التحدث معه يا الطفل؟ مقتلك من عدم يعتمد على مزاجي. نحن لسنا في قاع جوهر الفخامة، أنت داخل منشأة على جون. مقتل يعتمد على مزاجك، تصدق أنت أم لا؟ تقطيع كلان وطعامك كلاب يعتمد على شارة من يدي. فاسد رقم 1 في المملكة أصبح بإمكان أطلق تهديدات. هيا هالمعاق، لما لا تخبره؟ بغض النظر عن ما إن كان لديكم القوة القتلية، هل تجوعون على فعلها؟ لا تعتقد أنك تبالغ في تقدير نفسك. أعرف أن هناك منظمة كبيرة تدعمك، لكن هل سيختار سيدك مع عاداتنا والدخول في حرب حياة وموت من أجل وضيع مثلك؟ أشك بشدة. من رأي يبدأ الهجوم، أنت تلاحق الموت، ولكن يتم التصدي له. ويتفاجأ، لقد أصابني
لقد قرأ هجومه وجد نقاط ضغط فيه، وفي وقفتي ثم رد هجوم مضاد. أنا مقاتل نقاط سما بحق الجحيم. أنت لست يا الفاسد، في فنون القتال وحدة قد تكون الدليل، لكن الحياة ليست عادلة، تم عقل يمكنك استخدام الطاقة. يكفي خشياو، هل جئتني بعد كل هذه الفترة تقاتل ابن أخي؟ وي في الحقيقة نحن لم نأتي للدرجش اليوم، هناك من أراد مني تسليمك رسالة. هل الرسالة منها؟ ماذا؟ لماذا تخبرنا عن هذه الرسالة قبل مجيئنا؟ أعطيني هذا. ويحاول أن يأخذ الرسالة ويهجم عليه، لكن تصادمون. إنها ملاهوك بحقويتهم، حتى الاثنين متقارب بين جدة في المستوى، لكن موشيو تو أقوى بقليل. هل رأيت هذه هي قوة مستوى السماء في صدام كامل؟ أنت لست ند لحدا، فتوقف عن استفزازهم بشكل عشوائي. موشيتون، ساتذكر ما حدث اليوم، لا ترجع وتندم لاحقا. ابن اخاك ليس شاب عادي، لقد اصاب شياوهان بشدة في اول التحام، لولا الضرر الذي لحق به لما فزت بعض السهولة الان. بالطبع هو مميز انه ويث على جون. يخرج الرسالة. على أي حال سيدة، رابط بتسليمك هذه منذ فراقكما قبل 10 سنوات، وهي تعاند الموت حتى هذه اللحظة. طوال 10 سنوات لما أهذب شعري فقط أنظر نحو القمر وتخيل نفسي ذاهبا إلى مملكة يانشيان، لكن أعلم أن الحياة لا تصير كيف ما نشتهي. السيدة أنها تستعد لاختراق النطاق الروح تقريبا. أرجو أن تتفهم ظروف سيدة واصبر، لعل هذه الفتاة التائسة تنتهي يوما. عذرا منك، لقد سلمت ما جئت لأجل سأغادر، بل أنا من علي الاعتذار. لقد فقدت رشدي للحظات ولم أتمكن من الترفيه عنك بشكل لائق. رجاء لا تشعر بالسوء من ما عملت، وزرنا مجددا مستقبلا. لا بأس، لقد وصلت الرسالة إلى اللقاء ونرى يرحل. مر الساعة طويلة مذ غادر اثنان، لكن وي لم يتحرك من مكانه. قسوة معنا وذل ومهانة، ما حدث وقتها بدأوا بالظهور أمام عينيهم مرة أخرى تباع. قبل 12 عاما عندما كانت مملكة يانشيان في أوج قوتها، جنرال دام ابن 19 عام لم يكن مهتم بالعبث كبقية الشباب في سنه. ذات يوم توجه الشرى غرض من قاع جوار الفخامة حيث رآها. مر القليل من الوقت يتحدثان، لكن تولدت الكثير من المشاعر في تلك المحادثة. يوم التالي قرروا الخروج للتنزه معه، ثم اليوم التالي فالتالي. سوب يعلم بعالمهما أو بدون مشاعر، ما تم قتل أحد كبير، لكن سرعان ما جاء بضع أشخاص لعاصمة يانشيان بحث عن وي. ذلك الوقت لم يكن بين ووي يوهانيان ياو أكثر من صداقة زائدة. لم يكن هناك وعود نية بالزواج أو أي شيء، لكنهم لم يهتموا. لقد هاجموا على جون فوراً. ذاك يوم غسلت شوارع المملكة بالدم، تكبدت على جون خسائر فادحة. عندها فقط قررت هانيا واخبارها بوصلها بمدينة جليد فضي، احد اعظم القوة في العالم. هانيا ياو
لقد كانت ابن عالهان، لقد ابن حاكم المدينة. موشي، قاع جوهر الفخامة تابع لمدينة جريد فضي، أكبر قاع كنوز في مملكتنا، مجرد أحد فروع متاجر تلك المدينة. إذا أنت جنرال وسليل مباشر لأكبر عائلة عسكرية في مملكتنا، ماذا حدث بالضبط؟ ما أني لم أكن أعلم أن هانيان مخطوبة منذ ولد ذلك شياوهان، هو حفيد أحد شيوخ المدينة. هذا بعد ما حدث حدث، كنت لا ما زال أفكر في طريقة لإنجاء علاقتنا. عندها أرسلت على شياو التهديد ببادة كل من يحمل اسم جون هانيا والحمايتي، وافقت على عودة لمدينتها. غادرت في نفس اليوم ولم أرها مرة أخرى، وهنا كامل أن جحدنا في الوصول مستوى سيد عظيم قد يكون مستقبلنا مع فرصة. بعدها بعامين فقط انطلقت تلك الحرب المشؤومة وهزمت مملكة يانشيان. أخووي الاثنان ويومين قتلا في الحرب. تلك المعركة أخواي قتلوا ولم أكن موجود، الرؤية ما حدث، وأنا تلقيت هجوم هائل أيضا. قوات الخاصة ضحوا بحياتهم من أجلي، كلهم ماتوا. أردت قتلهم، أردت أكلهم الحياة، لكن ما زال ضعيفا جدا. بعد ما قاموا تصفية كل جنودي، أمسك بي قائدهم محولني لما أنا عليه الآن. في ذلك يوم كنت أدرك جيدا أنهم رجال مدينة جريد الفضي، لكن ما فاد إدراكي. أقول لجدك ماذا أقول؟ هل سنذهب نطالب بالانتقام مثلا؟ لا، أنا خيبت أمل عائلتي، خيبت أمل جنودي. موشي، لا تعتقد أن عمك بلا فائدة أيضا. عمي موشي، السبب الذي منعني من الانتحار هو جدك. لقد فقد اثنان من أبنائه، ثم بعد بفترة قصيرة فقد اثنان من أحفاده. لو حصل آخر شيء لي أو لك لان سينهار أبي بالكامل. انتقام انتحار، لا يهم ماذا أريد، لن أسمح أن يتوقف نسل على جون بسببي أنا. وأنا بطلنا، وأني بعثت في هذا الجسد مجددا، وعلى هذه أصبح مرتبطة بي. تلك العداوة سأنهيها بنفسي. خارج العاصمة رياح خريف بدأت تهب. دان 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 دان. يا أخي، متى يمكنني الوصول لعاصمة يانشيان؟ لقد وصلت تقريبا سيدي، هل أنت هنا السياحة؟ أوه، انظر لهذا السيف، من هو؟ سياحة؟ لا، أنا هنا لأخذ غرض يخصني في أحد الأزقة. أوه، لم تعتادي على ملابس البشر بعد، إنها مزعجة جدا. عود للغابة تيان فا وأبلغ جلالته بما يحدث. لا يمكن السماع بوقوع نوشوان، الملك في يد إنسان، هذا مخزي. أخرج من العاصمة فورا، فهذا المكان ستضرب عاصفة قريبا. عائلة لي تبا، الأخبار عن نوشوان انتشر بين الخبراء كالنار في الهشيم. من فعلها؟ من سرب الأخبار؟ أكملوا تحقيق أمرك. لا حاجة، من سرقة النوى من عائلة تان وبدأت الأصابة والسارقة. هناك ثلاثة أطراف فقد يعرفون ما حدث. نحن عائلة تان والمالك الحالي النوى من سرب المعلومات، هو بالتأكيد المالك الحالي. منذ الانفجار بدأ يوران بالارتحال نقاب سبب
خجل من مهاجم الناس، ولهذا أيضا الجميع أن وجه التدمر. لماذا قد يعرض حياته للخطر بسبب شيء معها أصلا؟ لدي بعض الاستنتاجات حول هذا. أولا، أنه معه لكنه لا يعرف كيف يستخدمه ولا يعرف خبير عالي المستوى رساله، لهذا يريد جذب الخبراء داخل المدينة ليستمع ويعرف في النهاية. حتى نحن وعائلتان لا يمكننا تقدير قيمته الحقيقية، يعني هنا الخبير حقا. الثاني، هو بالتأكيد شخص من عاصمة وما يزال موجود داخلها، وارجح من انه من عائلة كبيرة ومستوى قوة مرتفع جدا، ربما نطاق السماء وعلى وشك اختراق، لهذا يريد جذب الخبراء يلتقط معلومة يستعمل منه فورا. وبما انه واثق جدا انه يمكن حصول المعلومات اليد بسرعة، هذا يعني لديه شبكة نقل معلومات كبيرة وعدد تابعين ضخم. من هذه النقاط ثلاثة، انت تقول انه بالضبط مالك النوى هو احد الشخصيات الكبيرة في العائلات العظمى داخل العاصمة. ان لم يكن نحن وعائلتان فستبقى على مورلوغ ميل سون دوغو جون. ممتاز، لكنك قصيت احتمالات مهمة. اوه رجاء ارشدني، انت نسيت اكبر ثلاث عصابات في العاصمة ونسيت الكيان الاقوى بيننا، العائلة الامبراطورية. وبدأ يسعى لدماء عمه قزح جلد يوران. في ظل هذه الظروف يجب ان تبقى حذرا. الجامعة علمك شخصيا للبحث عن النواة ساعدة، لكن ان لم يأتي فانسى امرها. جدي، معك حق يا جدي، لقد ارسلت شرح للوضع وفي رسالة المعلمي، لابد ان اتلقى بحلول الان. تمام، يكفي كلام عن هذا، قل لي ما اخبار مستوى طاقته. مع انفجار مرجان حطم احلام الجد ليشان في استرجاع قوته، لان الطاقة الناتجة عنه دخلت جسد ليوران ورفعت مستواه بشكل كبير. لقد وصلت القمة مستوى الذهبي، لكن يوران تم استقبل عائلتنا. انا مستعد لتكرار هذا النوع من الحوادث لو سيزيد قوته كل مرة. هي شوارع العاصمة يا ولد، فهمي لك يقل يوما بعد يوم. اين تعلم التقنيات تغيير المظهر هذا؟ جون موشي وجونو يعني بطلنا وعمه. وهي عمي، كم مرة تسأل هذا السؤال حتى الآن؟ داعب ابن أخاك يحتفظ ببعض الغموض النفسي. آخر مرة تجول في الشوارع بهذا الشكل كان قبل 10 سنوات. المدينة تغيرت كثيرا خلال هذه الفترة. انت تتصرف كأنك غريب يا عمي، ما مدى التغيير الذي قد يحدث خلال 10 سنوات؟ مثلا انظر هناك، مثل ذلك المكان كان استراح الأمير الأول، الآن مكتوب عليه قاع الزهرة الصفراء. هل تعرف شي عن ذلك المكان؟ أجل، طبقة للتقارير المعلومات على جون. قاع الزهرة الصفراء عبارة عن ملهى ليلي يكن عمار كل من فيها صغيرة. انهم يبيعون الساد الاولاد والفتيات الصغار. لقل ابو قاها انه دعار اطفال. مكان كذا يعمل في وضح النهار وسط العاصمة. كل حديقة جميلة يوجد مكان يصل لقد الضئيل من اشعة الشمس. اخشى ان هذا المكان لم يعرف شكل الشمس ابدا. ما هذا التجمع؟ اللي انت ظن انسك ذائبة وانا يعذب الفتاة. أخي لا، أرجوكم اتركوا أخي. أختي، أتظن الهرب بهذا السهولة يا صالوك. أنا أضرب ابن العاهرة، تهرب مني يا أختي. أحذر خلفك، تجندي أضرب الطفل.
يغضى علي، نرى بدأ تخرج منها الدماء. أختي دعينا نرجع للمنزل، سأنتظرك مع والدانا. ونرى بدأ يغمى علي. أخي الصغير تبا، كم مرة يتكرر هذا المشهد أسبوعيا؟ اهتموا بشؤونك وهي تفرقوا. أذرع ذا افسح الطريق، ويرى الطفل وأخته تفاجئون. حيوان لا تعرف معنى لسانية، كيف تعامل طفلين بهذا الشكل؟ شي لا دخل لك في كيف تعامل مع بضائعي. الرفارة ولا عانيت نفس مصير الوالد. أنا يا رجع عمل ذابية، سقوط نقودك عند قدمي أنا بين كل الناس أعتبرها مشية إلهية. أنا جون موشي، لن أتلقى نقودك بلا مقابل. أول دفعة وطلب اختيار في الحياة، سأتأكد من أرضاء العميل. وتكون النهاية. أتمنى يعجبكم المقطع وتضعنا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.